الاختفاء القصري للسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد وضع السؤال مشكورا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، لا زالت ظاهرة اختفاء القصري مستمرة بلادنا، ولا زال معتقل تمارا مفتوحا، فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لحماية المواطنين من الاختطافات والاختفاء القصري، وما مصير معتقل تمارا؟ وشكرا سيد الوزير. شكرا للنائب المحترم. الكلمة للسيد الوزير المحترم. الإجراءات هي التطبيق السليم للقانون والتقيد به من طرف الجميع. شكرا للسيد الوزير. هل من تعقيب؟ كلمة السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد وزير الداخلية، تعلمون أن المغرب عرف تازممرت وقلعة مكونة ودر مولاي شريف وأكدز وغيرها من المعتقلات السرية اللي كانوا المغاربة كيتعلقوا فيها وكيتعذبوا وكيعيشوا الجحيم، ولكن كانت السلطات العمومية تنكر أن هناك معتقلات سرية وأن هناك تعذيب. جات الأيام واكتشف المغاربة هول ما يقع في المملكة، كان هناك فعلا مواطنون يعانون أشد أنواع التعذيب والانتهاكات، وجات هيئة الإنصاف والمصالحة، وقام الشعب المغربي وأدى لفائض الضحايا المرحلة السابقة جبرا للأضرار اللاحقة بهم تعويضات كثيرة، وما زال الملف مفتوح وما زال ينزف بالجروح. كنا كنعتقدوا بأن هذه الصفحة ديال تعذيب المواطنين، ديال المعتقلات السرية، ديال الاختطاف، ديال الإخفاء القصري انتهت، لكن للأسف الشديد أؤكد وعندي شهادة المئات بأن معتقل تمارا يتم اختطاف المواطنين فيه وتعذيبهم واحتفاظهم لمدة طويلة، بل للأسف الشديد هناك بعض الأشخاص في الخارج اللي كيقولوا بأن هناك لا سوتريتونس في التعذيب لفائدة جهات أجنبية. المملكة المغربية لم ترد بأي وجه من الوجوه على هاد الأشخاص اللي كيدعوا هاد الادعاءات الخطيرة. الولايات المتحدة عندها غوانتانامو، ولكن غوانتانامو دارته خارج الأراضي الأمريكية لأن هناك قانون، وكيعرفوا الأمريكيين أنه يمكنش أنهم يمشيوا يديروا واحد المعتقل اللي فيه مخالفة للقانون الأمريكي، داروه في واحد الخليج في كوبا. ومع ذلك الرأي العام الأمريكي وكافة المكونات الأمريكية طالبت بإغلاق هذا المعتقل، وطبعا الولايات المتحدة أرسلت معتقلين عن ديال غوانتانامو إلى بلدان العالم ومنها المغرب. للأسف الشديد أن الولايات المتحدة كترسل هذوك المعتقلين، وفي المغرب كنشدهم وكنعطيهم كم سنة، لأن القضاء قضاء غير مستقل لأنه قضاء التعليمات. لذلك السيد الوزير، حنايا في المغرب صادقنا بالفعل على اتفاقية منع التعذيب، صحيح، وقمنا بملائمة القانون المغربي مع التعذيب، صحيح، ولكن التعذيب مازال، وكيمكن السيد الوزير يرجع يشوف غير هذيك الشهادة ديال مواطن مغربي مستضعف مازال في السجن اللي هو سميتو بوشتى الشارف، ولكن يمكن ناكد لكم السيد الوزير ان عندي شهادات، وهذه الشهادات كنطلب منكم تفتحوا بحث بخصوصها، والا ما فتحتوش بحث انا كنطالب جميع البرلمان، ها هو كنحمل المسؤوليه، لان هذه مصائر الناس، باش نديروا لجنه تقصي الحقائق ونقولوا واش بلادنا هاد الناس كيكذبوا عليها، واش هذا الشيء كذب كيكذبوا علينا، نفضحوا هذا الكذب ديال الناس او حقائق، فينبغي ان نفضح هذا النوع ديال الممارسات اللي كتمارسها السلطه بغير وجه حق، واللي فيها تجاوز وافتئات على الحقوق والحريات. شكرا للنائب المحترم. هل من رد السيد الوزير؟ انا فقط اريد ان اشير بان القانون المغربي كيجرم الاحتجاز وكيجرم التاديب وكيجرم الاختفاء ويفرض عقوبات مشدده في حق اللي كيرتكبوا، بالاخص اذا كان موظف عمومي. الاماكن ديال الاعتقال محدده في القانون، المؤسسات السجنيه، الاماكن ديال وضع الحراسه النظريه هي موضوع تحت اشراف السلطه القضائيه،
وتحت إشراف النيابة العامة اللي كتولى الزيارة ديالها واللي كتولى الاستنطاق ديال الأشخاص المدعين على الحراسة النظرية، ومن جانب آخر بأن المحامي ما تنتهي المدة ديال الحراسة النظرية وتيبغي يكون تمديد كيمكن يحضر في أمام النيابة العامة. إذن الضمانات القانونية كلها متوفرة. لا 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 غير اسمح لي، لا 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 ما قاطعتكم سيدنا المحترم. فرق، هناك فرق، هناك فرق. أكرم السيد الوزير بالإنصات من فضلكم. فهناك فرق بمرافعة بين مرافعة في قلب المحكمة واللي عندها الشروط ديالها، لما كيتقال بأن كاين تعذيب ولا كاين الاحتجاز ولا كاين الاختطاف، كاين السلطات القضائية اللي غادي تقدم أمامها الشكايات. لا لا ما تقاطعنيش السيد النائب المحترم، لا لا. أما الحديث الآن على استقلال القضاء أو غيره فأعتقد بأنه يعني ليس 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 هو موضوع، ليس هو موضوع السؤال، ليس هو موضوع السؤال. موضوع السؤال هو أن إذا كان هناك من تجاوز من طرف أي جهة كانت، هناك سلطة قضائية اللي غادي تبحث وغادي تتحرى، وبالتالي اللي ارتكب المخالفة غادي يكون تحت طائلة العقاب. إذن من هذا الجانب كنعتقد بأن الترسانة القانونية المغربية لها من 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 الآليات ما يمكن أننا نزول به كل ما يمكن يتبرر الدين من ممارسات خارج نطاق القانون. وشكرا. شكرا للسيد وزير.